دي واحد. اتنين، لو كان هو متعلق بإعدامي يبقى مطلوب انه ايه، مطلوب انه في شرط رابع هينضاف للتلاتة، وهو ان يبرأ من حق صاحبها. يعني لو هو خد منهم فلوس، لو هو خد منه عرض، خد منه حاجة غصب عنه زورا ولا اي حاجة، فلازم يرجعها له. لو هو سب ولا يطلب منه السماح، لو عمل في نميمة في برضه يطلب منه السماح، ودي او غير خده في الغيبة واتكلم يعني عنه، فبرضه يطلب منه ايه السماح مع التوبة عشان ربنا يقبل توبته. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ده الرسول هو اللي بيستغفر ربنا أكثر من 70 مرة في اليوم عليه الصلاة والسلام. وده طبعا الرسول محصور يعني محصن أو يعني محصن من أي خطأ. وطيب، وعن الأغر المزني قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. ليه؟ لأنك أنت مش كل اللي بتغلط فيه أو الاسم اللي بترتكبه أو الذنب اللي بترتكبه شاعر بيه. ما ممكن ترتكبه في حاجة وانت ما عندكش النية ترتكب الذنب، بس هو جت كده يعني، جت معاك كده، فانت ما تعرفش ايه الاخطاء الخفيفة اللي هي في آية القرآنية في القرآن بتقول لك: واللمم. اللمم اللي هي صغار الذنوب، فصغار الذنوب دي وانت ما تعرفهاش او مش متأكد منها او بتعتقد انها ما كانتش ذنب. ولذلك ايه الاستغفار اليومي عشان ايه يبيض صفحتك في هذا الموضوع.